السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في درس جديد للصف الخامس الابتدائي. النهاردة إن شاء الله هناخد الدرس الأخير في الوحدة الثالثة، دولة المماليك. بعد سقوط الدولة الأيوبية أصبحت مصر تابعة لدولة المماليك، بعد أن تزوج القائد عز الدين أيبك من شجر الدر وأصبح حاكما على مصر. وفي درسنا الحالي سوف نتعرف على أبرز شخصيات دولة المماليك ودوره في مواجهة الخطر الجديد الذي هدد العالم الإسلامي، وهو سيف الدين قطز. من هو سيف الدين قطز؟ ولد سيف الدين في البيت الملكي في بلاد خوارزم في إيران، وظهر خطر المغول وغزا بلاد إيران وقتلوا أسرة سيف الدين، وتم بيعه في سوق الرقيق أو سوق العبيد، وأطلقوا عليه اسم قطز، واشتراه القائد المملوكي عز الدين أيبك. وعندما حكم عز الدين أيبك مصر بعد زواجه من شجر الدر، عين قطز في الجيش إلى أن وصل إلى منصب قائد جيوش المماليك. وبعد وفاة عز الدين أيبك تولى ابنه المنصور حكم مصر، لكن المنصور كان صغير في السن، فأصبح قطز واصيا على المنصور. ولما بدأ خطر المغول ينتشر ويتجه نحو مصر، قام قطز بعزل المنصور وأعلن نفسه حاكما على مصر عام 657 هجري. يبقى كده زي ما احنا معرفنا، سيف الدين ولد فين؟ في بلاد خوارزم في إيران، تم بيعه في سوق الرقيق، واللي اشتراه مين؟ حاكم مصر عز الدين أيبك زوج شجرة الدر. وبعد ما خد قطز عينه في الجيش، وأصبح يترقى في المناصب لحد ما وصل لقائد جيوش المماليك. وبعد ما عز الدين أيبك اتوفى، اتولى ابنه مين؟ المنصور. المنصور كان صغير في السن، فكان لازم يبقى عليه واصي. مين الواصي؟ قائد جيوش المماليك اللي هو سيف الدين قطز. ولكن لما المغول ابتدوا ان هم يتجهوا الى مصر، سيف الدين رأى ان هو لازم هو اللي يكون يواجه هذا الخطر، فعزل المنصور واعلن نفسه حاكما على مصر. دلوقتي عايزين نعرف من هم المغول وما هو الخطر الذي يشكلون. المغول هم اصحاب اسطورة الجيش الذي لا يقهر، جاءوا من اوساط اسيا سعيا وراء بث الخراب في ارجاء العالم الاسلامي. اذا فالمغول جاءوا منين؟ من أوساط أسيا، من منغوليا شمال الصين. اشتغلوا في الصيد وتربية الخيول والرعي، واشتهروا بالفروسية والرماية، واتصفوا بالقوة والخشونة، واستطاع القائد جنكيز خان إخضاع المغول لسيطرته. وبعد ذلك بدأ المغول العدوان بالسير والهجوم على العالم الإسلامي، بداية من الدولة الخوارزمية، فقتلوا سكانها وأشعلوا فيها النيران. يبقى أول حاجة اتجه إليها المغول هي الدولة الخوارزمية. ثم بعد ذلك اتجه المغول إلى بغداد عاصمة الخلافة العباسية، وذلك بقيادة هولاكو قائد جيش المغول، ودخلوا إلى بغداد وأشعلوا بها النيران، قتلوا الخليفة المستعصم بالله، واتجهوا إلى بلاد الشام واستولوا على حلب ودمشق بها. ولم يستكفي هولاكو بذلك، وأرسل رسله إلى قطز. طب أرسل رسله إلى قطز ليه؟ لتهديده ويطلب منه الخضوع والطاعة للمغول. فماذا كان رد فعل سيف الدين قطز على المغول؟ تشوف الأول على الخريطة خط سير العدوان المغولي، جاءوا منين؟ جاءوا من أوساط أسيا، اتجهوا إلى أن وصلوا إلى إيه؟ هذه النقطة في بلاد الشام. وهنا بدأت رد فعل سيف الدين قطز تبان، حيث جاءت رد فعل قطز بشجاعة وجراءة كبيرة جدا، فقام بقتل رسل هولاكو، وهذا يعني بداية الحرب. لما هولاكو بعت الرسل يهددوا قطز بالوعيد والتهديد ويطلبوا منه الطاعة، راح قطز قتل مين؟ قتل الرسل دول، يعني نبدأ حرب. وأعد قطز جيوشه للحرب، وتواصل مع باقي الأمراء لتوحيد الصف الإسلامي ضد هذا الخطر. ولكن الأمراء خافوا من المغول، لأن احنا قلنا هم كانوا مسمين نفسهم أسطورة الجيش الذي لا يقهر، فالأمراء خافوا. فراح
القدس قال لهم: من اختار الجهاد فليصحبني، ومن لم يختر فذلك فليرجع إلى بيته، فإن الله مطلع عليه. وخطيئة المسلمين في رحاب المتخلفين. فخرجوا جميعا معه إلى الحرب. ونرى في عبارته حث الأمراء على مدى أهمية توحيد الصف للجهاد في سبيل الله والحفاظ على أراضي المسلمين من أن يستولى عليها هذا الخطر الجديد، خطر المغول. وبكده فعلا خرج جيوش المسلمين واتجهوا إلى فلسطين ليقابلوا جيش العدو قبل أن يتقدم على إيه؟ على مركز الدولة، دولة المماليك اللي موجودة في مصر. وهناك دارت معركة، معركة عين جالوت. يبقى قطز ما استناش المغول لما يردوا عن قتل رسل هلاكه، ما استناهمش لحد ما يجوا عنده ويحاربوه، لا هو جهز الجيش ووحد الصف واتجه الى مين؟ الى المغول اللي كانوا موجودين في بلاد الشام في الوقت ده، خشى ان المغول يجوا يحاربوه في مركز دولة المماليك اللي هي مصر، فاتجهوا اليه في بلاد الشام لتحرير الشام منه. طيب المعركة كانت معركة ايه؟ كانت معركة عين جالوت 658 هجرية. طب ايه هي اطراف المعركة؟ جيش المسلمين بقيادة سيف الدين قطز ضد مين؟ ضد المغول بقيادة هولاكو. المكان كان فين؟ كان في عين جالوت بالقرب من غزة في فلسطين. واثناء المعركة حدثت اضطرابات في جيوش المسلمين المماليك، فده طبعا كان هيؤدي الى ايه؟ كان هيؤدي الى خسارة وهزيمة جيوش المماليك. فصاح سيف الدين قطز قائلا: وإسلاماه وإسلاماه، مما كان له الاثر في نفوس الجيش، فرفع من معنوياته مرة اخرى وحثهم على الجهاد والهجوم على المغول. فتقهقر جيش المغول امام قوة وبسالة جيش سيف الدين قطز وخرجوا من الشام فارين. إذن ما النتائج المترتبة على معركة عين جالوت؟ رقم واحد، اتخلصوا من خطر المغول وانتصار المسلمين. اتنين، حماية مصر وبلاد الإسلام كلها من الخطر الجديد. كذلك وحد مصر وبلاد الشام في دولة واحدة اللي هي دولة المماليك، والقضاء على الأسطورة اللي بتقول على نفسها الجيش الذي لا يقهر. وبذلك أصبحت مصر زعيمة العالم الإسلامي مرة أخرى. كده يبقى احنا درس النهاردة خلص. نحدد الأول، دي معركة عين جالوت كانت هنا هي المنطقة دي بالقرب من غزة في فلسطين. كده احنا الحمد لله درسنا خلص النهاردة. نحل التدريبات. نفكر شوية. طيب أكمل العبارات الآتية: ولد سيف الدين قطز في بلاد، برافو، بلاد خوارزم اللي موجودة في إيران. استطاع نقط إخضاع القبائل المغولية لسلطانه، هايل جنكيز خان، قائد جيوش المغول في معركة عين جالوت، برافو هولاكو. ما النتائج المترتبة على دخول هولاكو مدينة بغداد؟ احنا قلنا ايه اللي حصل؟ اشعل النيران فيها وقتل الخليفة العباسي المستعصم بالله. كده يبقى احنا النهاردة الحمد لله خلصنا درسنا وخلصنا الوحدة الثالثة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.